كلامي لسؤالك للشعب اليمني. أيها الأخوة والأخوات، انسرق منكم 400 مليار دولار منذ 1994 إلى 2007، المتسبب علي عبد الله صالح، هذا رقم واحد. يكذبون عليكم يقولون انتاجكم للنفط 270 ألف برميل، هذا كذب. أنتم انتاجكم يا اليمنيين مليون برميل يوميا، هذا اللي يقولكم كلام غير الكلام اللي أقوله لكم، هو يكذب عليكم. خيرات اليمن لا تجعل للاقتصاد اليمني أن يكون عاجز، ولكن سوء إدارة اليمن هي من جعلت هذا الشعب فقير، وهو شعب غني وشعب بطل. لذلك الإشارة الخليجية بأن كلامي لسؤالك للشعب اليمني، أيها الأخوة والأخوات.